السلام عليكم، مرحبا فيكم في تختيم لعبة انسايد. انسايد تعتبر من افضل العاب الاندي اللي نزلت، وتعتبر لعبة مشابهة الى كوابيس صغيرة، او كوابيس صغيرة تعتبر تشبه لعبة انسايد. قبل لا نبدأ، لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي، ونقول بسم الله. طبعا لعبة انسايد من افضل الالعاب اللي لعبتها انا في حياتي صراحة، لعبة مرة ممتازة، فريدة من نوعها تقدر تقول. بعد طبعا انا ان شاء الله من هذا شو اسمه بنزل مقطعين في اليوم، او بلعب بختم لعبتين في نفس الوقت، اختم انسايد واختم معاها لعبة لايز اوف بي. ونكمل نشوف ان بدينا في غابة، ولد موجود في غابة، وهذه شاحنات كبيرة فيها ناس، فيها بشر. ما أدري ليش في بشر داخل شاحنات. طبعا التحكم في اللعبة بسيط، بس تمشي. لابسين أقنعة، هذول الناس لابسين أقنعة. ما في أحد حبيبي. وهذه شو اسمه ويسموهم الأشياء الموجودة. يبغون يعرف هذي. نايس. عندهم كلاب. بوم. ممكن اني ارفع الاضاءة على اللعبة شوي عشان بس يبين لي كل شيء. وش بغني اسوي؟ اسحب هذا ممكن؟ اها نايس. كان نسحب هذا ونستخدمه عشان النط. اوف، اهرب. واه نايس. اوكي، هربنا من الكلب. بس الحين شافوا ان في شو اسمه طفل هنا، فبيدوروا بيلحقوني. اذكر ان انسان فيها الغاز شوي صعبه، او يعني تحتاج تفكير. وان شاء الله بلعب ليمبو. بعد ليمبو اتوقع من نفس المطور اذا ما انا غلطان. ليمبو اصعب، الغاز اصعب كثير. اوف، اهرب 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 اهرب. رجع رجع رجع. اوف، زين ما شافوني. ولا هوب، السيارة واقفة هنا. اوه شافني 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 شافني.
طيح تبغاني انا طا اهرب كلاب 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 روح 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 ما خلصنا محظوظ يا ولد ان ماي كيف نغوص بس نحط اوكي يبغون نغوص لانه اوه طلقوا عليه مخدر يطلقوا ها اوكي المفروض غصت قبل اوكي اوكي يطلقوا عليك مخدر عشان يخطفوك اوكي قدرنا نهرب نايس هذا تقع حين طلعنا من الغابة احنا اوه خنازير ميتة المطر جميل مرة شوف ان حجم الولد صاير صغير مقارنة بالاشياء شوف كيف الدرة مرة كبير او اشجار الدرة اوكي طلعنا من حقل الدرة هذا شو اسمه صغار الدجاج صوص سيسان اتوقع سيسان احب الاجواء الماطرة في الالعاب شوف عدد الخنازير الميتة ليش ماتوا يا ترى لا نايس هنا هذا اول الغاز اللعبة اتوقع ان نحتاج نفتح الباب عشان الصيصان يلحقوني نفس اصوات للنايت ميرز هذا ما يشتغل لحظة نحتاج نستخدم الصيصان خليهم يلحقوني عشان نرميهم ويضرب هذا تعالوا هنا شكرا اصدقائي الى الحين قرب هذا نايس باي باي سيسان اصدقائي انا اذكر انه كان في غواصة في اللعبة بعد في يعني جزء من اللعبة تحت الماي احنا كنا نص على الخنازير ها كل نحتاجه لازم كل شيء محطوط هنا لسبب
ممكن الحين يطلع ماتوا من ديدان، اشوف الدود يطلع من جسم الخنزير هذاك واسوي له زوم. انا هذا اذكر انه بيلحقنا الحين واحد، كل شيء اذكر، انا كل شيء اذكر. شوف كيف الخنازير فيها ديدان. اوف اهرب يا ولد. نحتاج ان نعيش. اوه اذكر الحين كيف. ضربني ضربني، قوم قوم قوم. قتلني. اوكي الحين انا اذكر لازم تستخدم تشبك نفسك في هذا اللي فوق الخنزير عشان تتحكم. هذول ما ادري هذول بشر دوما اللي ورا، تشوفهم دورا خنيمين. اوه اسحب الدودة منه. هل الدودة اللي كانت داخلة تتحكم فيه؟ اوكي تعال نحتاجك. هذه من الاشياء المرة حلوة في انسايد. شوف الحين الدولة قاموا وقدر الحين اتحكم فيهم. شوف سوي هذا، انزل. اوتش تعال انت. يلا تساعدوا. نايس فتح البوابة. ندف هذا ها، او نسحبه. شكرا. ما شكلهم دمى، بس كيف تقدر تتحكم بهم بهذا المعلق في ال... في ال... في, ال... في السقف؟ شيء غريب. نايس خوقف المطر. نشوف ان كل شيء مدمر، ونشوف شيء في شو اسمه هذا، هل هذا مصنع او ايش؟ حجمه كبير، مبنى. شوف مبنى في شو اسمه المسافة، وناس واقفين. هذول يبين لي انهم نفسهم اللي مسكوهم في الغابة، بس ليش ما يتحركوا؟ كان هم ميتين او كان في احد تحكم فيهم. شيء غريب. كاين تسلق السلسلة. نشوف ايش في موجود هنا. نايس. الصوص مرة ثانية. اماكن فيها عصافير هذه. اوكي هذا اذكر يبغون يطيح الصندوق عشان نكسر هذا وننزل تحت الارض. هذا لا مبنى شو اسمه ينبنى بعد ما يخلص. اوكي هذا يبغون ننطه ونستخدمه عشان نوصل الى الجهة الثانية. اوكي افهم وش يبغون نسوي. انزل ندفه. نايس الحين نرفعه. نايس هي طحت بالغلط.
نايس. الحين يبغون ندفع هذا الصندوق الكبير. هل المفروض اني اهرب انا؟ خلينا نجرب نطيحه ونهرب. اوف ممكن لو طحت، مو لو طحت كنت بموت 1000%. الحين نقدر ننزل هنا. اوه في واير اصفر، هذه يمكن كولكتبل. كولكتبل او شيء ممكن احتاجه. واير يمتد لهنا، ممكن كولكتبل اتوقع يعني. مكان قطار. انا اتوقع في احد. اها الحين سكر الباب هذا عشان اثنينها ما اقدر اتحكم فيهم. اوه لحظة 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 فهمت انا. ها دقيقة، يبغون اثنينهم يدوسوا على هذه الحبتين في نفس الوقت. وحين اثنينهم يعبروا. نايس very nice. هل هذا صوت قلب الولد؟ اسمع صوت دقات قلب. عاجبني ان الولد ما في ملامح، وجهه بدون ملامح كده. هل طلعنا من البي المبنى المهجور او اللي مو مبني؟ اوه البشر اللي صاروا يمشوا كانهم دمى. اوكي انا ما ادري ايش، بس شكله هذا بس كولكتبل. نحتاج نروح فوق احنا. مشيهم غريب مره. كيرفول بوي، انتبه. ما كان في الحسبان ان نقع هنا. والله نطيت يا لعبة، ليش طحت؟ نايس. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. لحظة لحظة، نقدر ندف ال درج نركب هنا. اوه كأني
اوكي لصناعات ناس اخذوا فكرة العين اللي تراقب من هذا. اوكي يبغى نفتح القفص ها؟ اوه لحظة 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 جت في بالي فكرة قبل لا اشغلها يمديني افتح البوابة ها هذا اللي يبغوني اسوي اها نايس اوكي كده يمدينا نهرب قبل لا يصيدنا هذه اللعبة تخليك تشغل مخك شوي اوكي لا استعجل نايس والآن إحنا وين بالضبط؟ آه نورس أنت وزقك تبعد أوه. أوه. طحنا نمشي زيهم ها؟ اوه وقفه اسمع صوت مسدس اوه قاعد تراقب من الكاميرا هاي يبغون ينط هذا صوت صوتهم ينطوا قاعدين يختبروهم نايس كأنه في مختبرات يعني قاعدين يختبروا دول ليش درت؟ شوف كيف سحبوني نايس اوكي اوه نايس 10/10 ليش هروب هروب خلاص بعد ما نخلص او كلب الكلب الكلب شكله لاحظني هروب الكلب جاي يا غبي بسرعة اهرب 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 اوكي نايس
ايش التقنيه اللي عندهم؟ تقنيه غريبه، موجات المخ عشان تتحكم بالبشر على الاقل. هذا اللي انا فاهم منه، اكيد نحتاجك انت. والان احتاج اني انط على الصندوق. انا فهمت وش السالفه. لحظه بس، نرجع صندوق، نوقفه هناك ونسحب الصندوق. نجي هنا، لا اسحبني لو سمحت. بس لا طيح، كنا راح بعيد. اتمنى اني اقدر امسكه. الحين نحرك هذا ونحطه على الزر عشان نفتح البوابة والحاجز، واتمنى اني اقدر اوصل وما اموت الان لو سمحت. نايس، يلا كمل مشوارنا. والان وش اسوي انا بالضبط؟ اهو لحظه لحظه لحظه، اذا رنط ها. نايس، اوتش. هقدر احرك الصندوق هذا؟ دقيقه 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 دقيقه، جت في بالي فكره. في فوق هنا، نايس. كذا نضغط هذا وننزل هذاك، نرجع ونتحكم فيه ونعبر. والله فكرة رهيبة. أنا يعني قلت كيف نسوي كذا وكذا، بس توني ملاحظ هذا اللي فوق عشان يتحكم بنفس. تقدر تتحكم بواحد يقدر يتحكم فيه. وهون يفتح ال انزل يا ولد. ايش المسخرة هذه؟ اوكي، حطنا من البداية عشان يمدينا ننزل قبل لا تسكر البوابة. بوم، نزلنا في بحر. اوكي، اتوقع هذا وقت مناسب اني اوقف في حلقة اليوم، وان شاء الله اكمل اللعبة في الفيديو الجاي. اتمنى ان الفيديو عجبكم، لا تنسوا اذا عجبكم تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.